بمساحة 120 ملعب كرة قدم يعد بنترجي بانك في جنوب جاكرتا واحدا من أكبر مكبات النفاية في العالم. 6500 ألف طن من القمامة ينتهي بها المطاف هنا يوميا، ومعها تصل حشود من العمال الباحثين عما يمكن إعادة تدويره. كانت الرائحة كريهة جدا في السابق، لكنها لم تعد كذلك، فقد اعتدت عليها. عائلات بكاملها انتقلت إلى هنا لجمع كل ما يمكن الاستفادة منه، بحيث يقدر عدد العاملين في المكب ب6000 شخص. أكسب 150 ألف روبي تقريبا في يومين، مبلغ يساوي 10 يوروهات لا يستهان به في بلد يعيش 40% من سكانه تقريبا بأقل من يوروهين في اليوم. وإزاء هذا التدفق البشري، بدأت السلطات بتأمين الخدمات العامة، غير أن الأمراض متفشية في المدرسة المخصصة لأطفال عمال المكب، مع انتشار الالتهابات الجلدية والمشكلات التنفسية والإصابات بالطفيليات المعوية. أنا قلق جدا في شأن سلامة الأطفال، إنهم يعملون في بيئة خطيرة، وهذا ما يدفعنا إلى تنظيم نشاطات لهم هنا. وتعهدت الحكومة المحلية ببناء مركز صحي عصري، غير أن بعض الخبراء يصرون على ضرورة معالجة أسباب المشكلة. من المهم في الدرجة الأولى تعليم جميع سكان جاكرتا كيفية فرز نفاياتهم المنزلية بين تلك المناسبة للرمي في بنترجي بانك وتلك التي يمكنهم معالجتها في منازلهم. وفي الانتظار تتراكم أكوام النفايات بشكل مستمر، وفي مدينة يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة وتشهد نمواً متواصلاً، قد لا يكون الاستغناء عن مكب بنترجي بانك متاحاً في المدى القصير.